لا خير يا وليدي، واش جابني هنايا؟ وعلا جبتني؟ عمي لي السيد لي لقى لك بوسطه خدمه راه غير منه. ولا هو جبتني في البحر هنا؟ هات مورون ما فيها والو عمي لي باسكو كان الريح ومنها موالف. لا لا يا وليدي ارواح الريح وغير هنايا. لا لا عمي لي نهودو لتحت خير. لا لا ارواح الريح وغير هنايا. لتحت خير عمي لي. توجه علي مباشره الى زينو الذي كان رفقه صديقه، اين قام باصطحابه الى شاطئ كفكاله. هذا السيد اللي دبر لي خدمه ما جاش اطول. لا لا راجع عمي لي راه غير هنا. ما بقى شويه الحك صاي. راح الصاحب ديالي اللي كان معايا مروان رفض حجره وضربه، وخالتي الخاله تاعي كانت حطيت لي مقبل موس وخدمي، اي كي طاح انا جد ضربته بالخدمي حضرت. اها. ومن بعد رحنا به نهزوه نرموه في البحر ما قدرناش حضرت. اها كمل. احنا حضر جبنا ليسونس وحرقنا حضرت في الروشيات. ومن بعد كي حركتو وين رحتو؟ حضرت عيطت لخالتي وقلت لها صاي انا قتلناه. هي قالت لي روح عندي تسبني في المنزل كيما مال في روح عندها عادي. بينا عطات لي الامانة الدراهم. وش على المبلغ اللي تفاهمتو عليه؟ مبلغ 150 حضرة 150 مليون. 150 مليون؟ حضرت هنا ما كنتش حاب نقتلو حضرت انا بيا غير الدراهم حضرت هذا ما كان ما كنت حاب نروح حضرت. زينو راك متابع بالجناية قتل العمدي مع سبق الأسرار وترصد وتنكيل جثة، دوك نقدموك أمام الجهات القضائية.